شفنا في الفاصل مشوار الأهلي والزمالك في منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا اللي نتحدث عنها في وقفتنا الحوارية القادمة، مصير الفرقتين، فريق الأهلي اللي بيشارك ضمن المجموعة الأولى والزمالك في المجموعة الثانية، وهذه البطولة اللي بيتبقى ليهم فيها جولتين أخريين. هنتابع النتائج المختلفة اللي كانت خلال الفترة اللي فاتت، النتائج اللي كان بعضها حاسم والبعض الآخر صادم، وهنتحدث عن فرص الفرقتين خلال المتبقي الوقت المتبقي من مشوار هذه البطولة. الحديث أكثر عن هذه البطولة وفرص الأهلي والزمالك يشرفني في استوديو هذا الصباح أستاذ حسام نور الدين الناقد الرياضي بجريدة الصباح. صباح الخير أستاذ حسام، برحب بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نشوف لحد دلوقتي موقف الفرقتين المصريتين المشاركين في البطولة إيه بعد آخر مباراتين، الأهلي مع الوداد المغربي والزمالك مع سان داونز. هنبدا بالنادي الاهلي باعتبار ان هو في المجموعه الاولى. النادي الاهلي قدر يحقق فوز مهم جدا على نادي الوداد المغربي في عقر داره. الفوز ده طبعا كان له اكتر من فايده في مشوار الفريق. قدر يستعيد الروح، قدر يستعيد الثقه اللي كانت مفقوده بعد اخر جولتين كان خسر فيهم وتعادل هنا على ارضه. الفوز ده قرب النادي الاهلي بشكل كبير جدا من ان هو يتاهل. طبعا ما نقدرش نقول ان هو الاهلي خلاص حسم التاهل بشكل كبير، لكن نقدر نقول ان هو انعش فرصه ان هو يقدر يكمل في البطوله بعد ما كان خلاص. يمكن بعد الجوله الاولى والثانيه كان في بدات الناس تتكلم ان النادي الاهلي هيودع البطوله بشكل مبكر، وكمان كان حتى الموقف سيء جدا انه النادي الاهلي كان في دور الثمانيه صعب ان هو يلعب في حته ثانيه. خلاص دي اسمها الادوار الاقصائيه. انت خلاص اللي يعني كان ماتش مع الوداد هو ماتش فاصل، لو كان خسر كان خلاص اماله هتنتهي في هذا البطوله. بالظبط، النادي الاهلي كانت مباراه الوداد فارقه بالنسبه له، وكان يمكن صعوبتها اكتر ان النادي الاهلي تعادل على ارضه وبيعاني برضه كمان من غياب واحد زي عبد الله السعيد، اكتر لاعب مؤثر وافضل لاعب في فرقه النادي الاهلي على مدار الموسم. احتراف مليك ايفونا في الدوري الصيني، احتراف رمضان صبحي في ستوك سيتي الانجليزي، فقد اكتر من عنصر مهم في الفتره الاخيره. كونه ان هو يقدر يرجع بشكل كويس في مباراه قدام النادي زي الوداد المغربي على ارضه وسط جمهوره، فده كان حاجه كويسه جدا. لكن يتبقى التحدي الاكبر في مباراه زيسكو يونايتد المقبله، دي فيها بنسبه كبيره جدا مساله الصعود. اي نتيجه غير الفوز ممكن تضع النادي الاهلي في مشاكل كبيره جدا ويفضل ينتظر بقى حسبه بيرما. لو هنروح نادي الزمالك، برضو نادي الزمالك يمكن فرط في 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 ان هو يمتلك زمام المبادره زي ما بيقولوا في المجموعه الثانيه. الخساره الاخيره امام صن داونز ذهابا وايابا كان لها ضرر كبير جدا ان نادي الزمالك يعني يدخل في حسبه ينتظر هدايا من الاخرين، ينتظر نتائج. ده طبعا اثر بشكل كبير على حظوظ نادي الزمالك، لكن حظوظ الفرقتين ما زالت قائمه
والجوله المقبله ان شاء الله اللي هي الجوله الخامسه في دور المجموعتين هتكون فاصله بنسبه كبيره جدا في تحديد الطرفين اللي هم هيتاهلوا للمربع الذهبي، وبنسبه كبيره جدا برضه هتكون بتدي مؤشرات على طرفين مباراه النهائي ان شاء الله. طيب من خلال اداء الاهلي عبر مبارياته المختلفه في البطوله، شايف ازاي فرصته في المباريات المتبقيه؟ والمفروض متبقي له مباراتين صح؟ بالتاكيد. فرصه ايه في هذه المباريات قدام الفرق اللي هيلعب قصادها؟ النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا مع زيسكو، مهم جدا ليه ان هو يقدر يكسب، مش بس يكسب وياخد 3 بونت، لا لازم يكسب كمان بنتيجه كويسه جدا، علشان لو الجوله الاخيره شهدت انه الاربع فرق او على الاقل فرقتين توجه التسوف في عدد النقاط، يبقى النادي الاهلي يحتاج للمواجهات المباشره. لازم يحاول يكسب باكثر من هدفين. النادي الاهلي النهارده عنده 4 نقط يسبقه زيسكو يسبقه الوداد، الفوز هيخليه 7 نقاط يتساوى مع الوداد، حتى لو الوداد كسب اسك ميموزا في الجوله الجايه هيبقى 10، النادي الاهلي يبقى 7، تبقى المواجهه الاخيره فاصله. لازم النادي الاهلي يحاول يعني يجتهد في المباراه الجايه ان هو يلعب ويؤدي بشكل كويس جدا، ويحاول يكسب باكبر قدر ممكن من الاهداف، ودي طبعا حاجه مش سهله ان انت برده بتلعب على ارضك، سبق قبل كده ان انت خسرت على ارضك من اسك، تعادلت على مع الوداد المغربي برضو كان في بعض يمكن مساله الملاعب فيها قلق شويه، حضور الجمهور، ضغط الجمهور نفسه على اللعيبه، معظم يمكن اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي التشكيله الحاليه ما لعبتش كتير قدام جماهير بسبب يمكن من 2011 كل المجموعه اللي جت النادي الاهلي لعبت مباريات قليله جدا في حضور الجمهور، فكل الحاجات دي صعبه للنادي الاهلي، لكن بدعم النادي الاهلي من الناحيه الفنيه تعاقدات اللي النادي الاهلي ابرمها، مروان محسن مهاجم المنتخب الاول ومصنف من ضمن ابرز المهاجمين، ثاني هداف الدوري المصري، بيمثل دعم كويس جدا في خط الهجوم، علي معلول الظهير الايسر التونسي اللي النادي الاهلي وقع معاه من صفوف الصفاقيس التونسي وهيتم قيده، هيمثل اضافه قويه جدا، برضو يمكن عوده بعض اللاعبين المعارين مثلا من الاعارات، تعاقدات جديده النادي الاهلي بيحاول يبرمها في الفتره الجايه، فممكن الحاجات دي كلها تفرق مع النادي الاهلي وتخليه يقدر يكمل بشكل اكبر في المباريات اللي جايه ان شاء الله. طب يعني هل النادي الاهلي يحتاج ان هو ينتظر نتائج الفرق الاخرى كمان عشان تزود حظوظه في الفوز او ان هو يكون في مركز متقدم في البطوله حتى النهايه؟ بالتاكيد من مصلحه النادي الاهلي انه الوداد المغربي يكسب الجوله الجايه اسك ميموزا الايفواري عشان يقصيه بره المنافسه خالص، لانه لو اسك كسب هيبقى 7 نقط هيدخل معاهم في الحسبه، هنضطر نبقى المجموعه كلها 7 لو الاهلي كسب برضه. فلا من مصلحه النادي الاهلي ان هو يكسب، يعني حتى نتائج الاخرين دي يمكن خدمت النادي الاهلي، النادي الاهلي لو ما كانش زيسكو تعادل مع اسك في نفس يوم المباراه اللي الاهلي كسب فيها الوداد كان ممكن يحصل مشاكل فنيه للفرقه نقعد نحسب بقى تاني، لكن النادي الاهلي عليه ان هو الفتره الجايه يحاول يكسب الماتشين الجايين، ما ينتظرش هدايا من الاخرين، يعتمد على نفسه زي ما حصل في ماتش الوداد. طيب المدير الفني الهولندي شايف ازاي تعامله مع الفريق في ارض الملعب واختياراته في المباريات المختلفه خاصه في مباراه الوداد المغربي الاخير؟ والله خلينا نكون واقعيين، لحد النهارده مارتن يول ما اثبتش ان هو ترك بصمه قويه جدا مع النادي الاهلي كالتي متوقعه منه باعتباره مدير فني هولندي صاحب سمعه عالميه، درب انديه كبيره جدا، لحد النهارده احنا ما شفناش يمكن خطه اللعب فيها تغيير كبير قوي، كل مباراه بيبقى لها ظروف، كل مباراه بيبقى لها تعديل او تشكيل معين، حتى يمكن ما اعتمدش على مجموعه من الشباب، فنقول ان هو قدم مجموعه شباب مثلا تبني فرقه كويسه جدا، مباراه الوداد يمكن حتى كان الظروف اضطراريه اللي اجبرته ان هو يستبدل 3 لاعبين، لكن حتى في حاجه غريبه جدا كانت في مباراه الوداد، انت محتاج لعيب بيخترق من العمق زي ما بني على الخطه، بتعتمد على عمرو السوليه قدام حسام غالي وحسام عاشور، في حين ان انت عندك لعيب بيجيد الاختراق في الناحيه دي اللي هو صالح جمعه، ومع ذلك ما بتلعبوش، الله اعلم لاسباب بقى تربويه لاسباب فنيه، لكن كان يتوجب عليه ان هو يجهز عناصر اكتر عشان يقدر يعوض غياب لاعب زي عبد الله السعيد، زي مليك ايفونا، زي رمضان صبحي، ما ينفعش نادي بحجم النادي الاهلي يتاثر بغياب اكتر من لاعب، خصوصا انه كان عنده تعاقدات بملايين كان لازم يستفيد منها بشكل اكبر من كده. يعني ممكن في المباريات القادمه يكون في تغيير في الخطط او حتى في اللاعبين الاساسيين اللي هيكونوا في ارض الملعب؟ بالتاكيد هي المباريات اللي زي بتحتاج عوامل الخبره مع عوامل ادخال بعض العناصر الشابه اللي تقدر تحقق، طبعا كل فرقه بيبقى ليها خطه لعب، خطه الوداد هتختلف عن خطه زيسكو، زيسكو برضه ممكن يبقى جاي مثلا بيلعب ان هو يحاول يخرج بالشوط الاول بتعادل سلبي بعد كده يحاول يخطف جون، لكن اعتقد ان النادي الاهلي هيبقى مدرك للموضوع ده خصوصا بعد استفاقه اللاعبين في الفتره الاخيره، وليد سليمان، احمد عادل، عبد المنعم، عمرو جمال، زي ما قلت لحضرتك مع دخول بعض الصفقات الجديده ممكن الموضوع ده يحفز اللعيبه بشكل اكبر ويكون الاداء افضل في الفتره الجايه ان شاء الله.
طيب لو رحنا للمجموعه الثانيه في البطوله واللي بيلعب فيها الزمالك ومباراته الاخيره قدام سان داونز، كان تقييمك ايه للمباراه وليه الزمالك خسر المباراه؟ يعني هل حاله عدم الاستقرار دايما للزمالك فيها مؤخرا هي كانت سبب من اسباب الخساره ولا في اسباب ثانيه من وجهه نظرك؟ والله ما نقدرش نحصرها في سبب واحد، لكن نقدر نقول انه في اكتر من عنصر تجمع في النهايه ادى لنادي الزمالك اللي كان بادئ بشكل كويس جدا وكان مرشح، وكان يمكن حتى بعد استبعاد وفاق سطيف الجزائري كل الناس قالت انه الزمالك اقرب انه على الاقل حتى يوصل للنهائي، لكن حصلت بعض الامور الاداريه، مناوشات ما بين مجلس اداره النادي والجهاز الفني، يعني محاوله اجبار الجهاز الفني على اشراك اكتر من لاعب، ده طبعا امر مش صحي في كره القدم. برضه يمكن الزمالك تاثر بشكل كبير باصابه محمد ابراهيم اللي كان بيلعب نفس الدور اللي بيلعبه عبد الله السعيد مع النادي الاهلي، فبدا ان هو وكمان للاسف حتى يمكن نادي الزمالك في وقت حساس جدا من البطوله فرط في خدمات محمود كهربا، فرط في خدمات عمر جابر، وان كنا يعني طبعا نتمنى ان اللعيبه كلها تحترف، لكن كان لازم يكون عندك البديل الجاهز على نفس الدرجه بتاعته. طبعا يمكن حتى الاحداث اللي حصلت قبل المباراه كان في ازمه بين حازم امام وباسم مرسي، كل الحاجات دي تجمعت في النهايه وخلت الزمالك يظهر بشكل مش الشكل اللي كانت منتظراه الجمهور، لكن في النهايه برضو لسه الزمالك يمكن حظه حلو انه عنده فرصه ان هو يكسب او يتعادل فيبقى موجود في المنافسه، لكن على حسب الصفقات اللي جايه لنادي الزمالك، على حسب برضو عايزين نقول ان نتيجه الزمالك مع الاسماعيلي هتكون لها في كاس مصر هيكون لها دور كبير في الدعم المعنوي لا قدر الله، او يعني مش عايزين نقول لا قدر الله، يعني لو الزمالك خسر مثلا هيتاثر بشكل كبير جدا قدام انيمبا في المباراه اللي جايه. الزمالك حقق الفوز على انيمبا في عقر دار وكان يمكن باداء متميز جدا من احمد الشناوي، نفس الكلام برضو بوجه النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا مع سموحه، اكيد نتيجتها بتفرق من الناحيه المعنويه، انت لما بتبقى داخل مباراه في افريقيا وكسبان مباراه محليه في دوري في كاس وحاجه زي كده بتفرق معاك بشكل كبير جدا يعني. طب فكره الاستغناء او قبول استقاله المدير الفني لنادي الزمالك في هذه المرحله من البطوله ازاي ده كمان ممكن ياثر على الفريق؟ هل هو في مصلحته ولا غير المصلحه انك فجاه في خضم يعني مسابقه معينه يتم تغيير المدير الفني بشكل مفاجئ؟ لا طبعا ده شيء مش مظبوط خالص بالمره، كان لازم يكون في استقرار ونستنى لحد الماتش اللي جاي وتبدا بعد كده تعيد ترتيب اوراقك من جديد، خصوصا انه كمان يمكن كابتن محمد حلمي كان عمل نوع من الاستقرار في الفتره اللي هي مسك فيها حوالي 6 ماتشات ورا بعض، ما كان حقق نتائج كويسه جدا، لكن للاسف تدخلات مجلس الاداره، محاوله فرض اسماء في الجهاز الفني في التشكيل، كل الحاجات دي كانت نتائجها مش كويسه، عشان كده احنا حتى بنقول النادي الاهلي يمكن يحسب لمجلس الاداره رغم اهتزاز النتائج ان هو ما بيحاسبش بالقطع، يعني نادي الزمالك يمكن عمل رقم قياسي جدا في عدد المديرين الفنيين اللي غيرهم، وده حتى خلق سمعه مش كويسه او مش ايجابيه عن نادي الزمالك مع المدربين الاجانب، انت النهارده بتخاطب اي مدير فني اجنبي انا عندي عرض ليك من نادي الزمالك، فبيراجع على الانترنت بيشوف اليكس ماكليش مش ازاي، جيزوالدو فيريرا، جورفان فيريرا، اصلا يعني كل المدربين اللي مشوا من نادي الزمالك كان مشوا بمشاكل كبيره، فكل الحاجات دي طبعا بتاثر، انت عندك انت خلاص انت خسرت الدوري ما عندكش غير الكاس وافريقيا وكنت مؤهل بنسبه كبيره جدا انت ممكن تنافس وتوصل حتى على الاقل حد دور النهائي، لكن طبعا اللي حصل من مجلس الاداره ده طبعا خطوه غير موفقه بالمره، حاله من عدم الاستقرار، اللعيبه نفسها دلوقتي اللي حصل يمكن حتى علي جبر سجل جون في نفسه فالماتش الجاي ما تعرفش هيبقى جاهز من الناحيه الفنيه ولا لا، حازم امام، باسم مرسي، الجهاز الفني لحد النهارده مش عارفين مين اللي هيمسك الزمالك في الماتش الجاي بشكل انهي شكل بانهي طريقه، هتقدر تغير في الفتره الجايه؟ هو اي مدير فني بالتاكيد خاصه لو من الخارج بيحتاج لسه يستكشف اللعيبه ويشوف مين هيحطه في انهي مركز، مين مستعد او جاهز، ده كله من المفترض انه ياخد وقت، يعني ازاي بقى عدم هذا الاستقرار هياثر حتى على الشكل العام للفريق الزمالك في المباريات القادمه؟ بالتاكيد كل مدير فني بيبقى ليه خطه معينه، بيبقى ليه سياسه معينه، بيبقى ليه احمال بدنيه بيحاول ينفذها، بيحتاج يعني احنا مارتن يول مع كل النتائج السلبيه اللي يمكن اتحققت في فتره من الفترات كان الراجل بيخرج يقول انا استلمت المهمه في نص الموسم وما لحقتش اعمل معسكر اعداد، ما لحقتش اختار الصفقات اللي انا عايزها، انا ليا خطه معينه مثلا تبدا من النهارده بتنتهي بعد شهر 4 مثلا، بعد 4 شهور او 5 شهور عشان اقدر اوصل اللاعبين للفكر اللي انا بطبقه، لكن انا عشان اجيب مدير فني النهارده او جهاز فني يمكن من حتى لو قلنا من ابناء النادي عندهم حماس لكن ده مش ضمان يمكن ان هو ينجح، لكن الحاجه الوحيده اللي بتساعد نادي الزمالك ان المباراه يمكن نقدر نقول نسبيا نادي الزمالك متفوق بفرق المواجهه المباشره على انيمبا في ملعبه هناك، لكن طبعا اي نتيجه غير الفوز ممكن تحط الزمالك نفسه في موقف صعب، التعادل يوصله كل حاجه لكن انت ما تقدرش تضمن قدام فرق افريقيا بالذات ان انت تفضل متعادل او محافظ على النتيجه لحد اخر لحظه يعني. طيب برضو في اطار يعني طول الموسم الكروي في مصر ده هياثر بالسلب على الاداء في المباريات القادمه بالنسبه للفريقين الاهلي والزمالك؟ والله بيبقى ليها اكتر من ناحيه يعني تلاحم يعني
لما بيبقى في مباريات واحتكاك قوي بشكل كويس ده بيبقى بيقدر ارتفاع الناحيه الفنيه عند اللعيبه، لكن برضو بيبقى في عامل اجهاد، خصوصا انه يمكن الاهلي والزمالك بيضطروا يسافروا بيلعبوا في اسكندريه وفي السويس، فده بيعمل ضغط شويه على اللاعبين من الناحيه البدنيه طول السفر والكلام ده. لكن الدوري لسه خلصان مش من فتره طويله، يقدر اي جهاز فني عنده خطط احمال كويس جدا ان هو يحافظ على لياقه اللاعبين، تقسيمه الكره اللي بتحصل في كل تدريب ممكن يكون فيها جرعه فنيه كويسه جدا تحافظ على تركيز اللعيبه، وفي النهايه برضو بيبقى ده بيتوقف على الحاله الفنيه لكل لاعب. احنا يعني حتى في النادي الاهلي يمكن وليد سليمان الماتش اللي فات فرق كويس جدا مع النادي الاهلي لانه كان في حاله فنيه وحاله بدنيه كويسه جدا، نفس الكلام في يمكن نادي الزمالك احمد الشناوي، فبتتوقف على برضو الفروق الفرديه عند اللاعبين يعني. طب استاذ حسام، على مدار المباريات اللي فاتت شايف مين اكتر الفرق اللي برزت او الاسماء من خلال منافسات دوري ابطال افريقيا، ايه اكتر الفرق اللي لفتت انتباهك؟ طبعا صن داونز كان بيمثل مفاجاه قويه جدا بدايه من نتائجه اللي حققها، قدر ان هو يقدم يعني مباريات كويسه جدا، عنده اكتر من لعيب حتى النهارده معظم لعيبته مرشحين ان هم خامه بليات، المهاجم بتاعه النهارده ده حارس القطبين في النادي الاهلي والزمالك وعنده عروض كويسه جدا، حتى المدير الفني بتاع الفرقه بتاعته لما كلموه ان النادي الاهلي بيحاول يعني يستقطب اللاعب او يحصل على خدماته، ونفس الامر بالنسبه لنادي الزمالك، فالراجل رد منطقي قال طب انا يعني انا راجل بنافس على البطوله ما ينفعش ان انا امشي لعيب مهم جدا عندي بيكسبني وعنده معدل اهداف ومعدل اسيست كويس جدا في كل المباريات، برضو اسيك ميموزا عنده عناصر كويسه جدا، انيمبا نفسه عنده مهاجم كويس قوي، فلا في طبعا نادي الوداد المغربي عنده اكتر من لاعب كويس وعنده عناصر كويسه جدا. البطوله طبعا كلنا عارفين يمكن كل سنه بيظهر فرقه بنقول عليها الحصان الاسود بتقدم اكتر من لعيب، دايما دول غرب افريقيا بيبقى بالنسبه لها دوري ابطال افريقيا فرصه كويسه جدا ان هو يحاول يوصل لابعد ما يمكن دور المجموعات دور الاربعه، وفي نفس الوقت بيقدم اكتر من لعيب يقدر يبيعه بعد كده سواء للاحتراف في الخارج او يبيعه سواء بشكل كويس في المنطقه العربيه. طب بشكل عام اداء الفرق المصريه كان شكله ايه في وسط هذه الفرق اللي حضرتك تحدثت عنها والبعض منها كان اداؤه متميز جدا على مدار البطوله حتى الان؟ والله ان الانديه المصريه برضو مش عايزين نحملها اكتر من طاقتها، الرياضه في مصر كلها عموما يعني نقدر نقول الانديه الثانيه بتبص لها ازاي الفرق المصريه؟ احنا دايما عارفين كذا فريق ان احنا مقلقين ان المباراه الجايه ممكن تبقى صعبه، عارفين الخطط الخاصه بهذه الفرق وما الى ذلك، لكن العكس بقى لما هم بيبصوا على الفرق المصريه وشايفين ان في ماتش جاي ليها بيبصوا ازاي لهذه الفرق وادائها في الملعب؟ والله هم طبعا عارفين معروف يمكن للمنطقه في افريقيا في الشرق الاوسط ان الكره المصريه بتعاني يمكن من 2011 ما فيش جمهور، راس المال اللي كان مطروح في الرياضه يمكن قل شويه، فكل الحاجات دي برضو بتاثر، هو بيبقى جاي عارف انه قدام بقاش خلاص يعني، حتى يمكن تصنيف المنتخب الوطني ونتائجه في الفتره الاخيره غيابه عن اخر ثلاث نسخ من كاس افريقيا، كل الحاجات دي بتخلي المدير الفني او الفرقه اللي جايه بتبقى يعني عندها دوافع او ايجابيات اكتر ان هي تقدر تعمل نتيجه كويسه جدا، وبدليل ان احنا شفنا النادي الاهلي بيخسر على ملعبه ونادي الزمالك بيخسر على ملعبه، خلاص ما بقتش يمكن الحته العامل النفسي ان انت كنت متفوق بقى موجود زي زمان، ويمكن حتى ده برضه انتقل لدول شمال افريقيا، كان النادي الاهلي في يعني يمكن من في فتره التسعينات واوائل 2000 كنا الانديه والمنتخبات بتقلق شويه من اللعب في شمال افريقيا، بتحس ان انت مضغوط اكتر متوتر اكتر ان انت رايح تلعب يعني يا دوبك بس تتعادل وترجع، لكن ده برضه اتكسر لانه ظروف شمال افريقيا تقريبا يمكن قريبه شويه من ظروف اللي بتحصل في مصر يعني. طب توقعاتك ايه للمباراه النهائيه وايه الاطراف اللي ممكن تكون الاكثر حظا في التواجد في الماتش النهائي في منافسات دوري ابطال افريقيا؟ والله اعتقد ان النادي الاهلي لو قدر يكسب الماتش الجاي قدام زيسكو ممكن يكون احد اطراف مباراه النهائي، نتمنى طبعا نادي الزمالك يكونوا طرفين المباراه النهائيه، اتوقع ان برضه نادي صن داونز ممكن يكون ليه حظوظ ان هو يتواجد برضه كطرف من مباراه النهائي. نعم. طيب برضو فكره يعني موضوع الجماهير حضرتك اشرت اليه من خلال لقائك ومدى تاثيره على اللعيبه، هل شايف ان يعني عوده الجماهير لمتابعه المباريات بشكل دائم ده من النقط المهمه اللي ممكن تاثر بعد كده على مستوى الفرق؟ والله الموضوع ده بينقسم لجزئين، عوده الجمهور مطلوبه ومهمه وحاجه ضروره ملحه جدا عشان خاطر المسابقه وعشان خاطر الحماس واللعيبه والكلام ده كله، لكن لازم الجمهور يرجع باليه معينه ما نشوفش بيها الحاجات اللي حصلت في كل مباراه، اخر مباراه للنادي الاهلي الجمهور دخل مع الوداد المغربي كانت على ارضه، الجمهور دخل كان فيه هتافات مسيئه، تكسير للمنشات للكراسي، اعتداء حاله اعتداء على الامن، وفي النهايه كان يمكن مع كل مباراه بيتم القاء القبض على مجموعه من الشباب، بيتم ايداعهم
في النيابه وكفالات وبندخل في قصه والامن بيضطهد الجمهور. اعتقد ان احنا ما عندناش السلوك دلوقتي المؤهل ان احنا الجمهور يرجع. احنا شفنا النادي الاهلي بيلعب مع الوداد، معروف انه المغرب يمكن اول بلد الالتراس ظهر فيها في المنطقه العربيه، وهم اللي اخترعوا الشماريخ والحماس والهتافات والحاجات دي كلها، ومع ذلك النادي الاهلي كسب هناك. ما شفناش شمروخه رمى على الملعب، ما حدش هجم الجمهور، الحكم، كل الدنيا بتمشي بشكل كويس. لو ما عندناش اليه نرجع بها الجمهور بشكل كويس يبقى لا، خلينا كده افضل وامل لكل عناصر منظومه الكره. المهم احنا نتمنى التوفيق للفرق المصريه في مبارياتها القادمه، ويكون النهائي في احد الفرق المصريه او حتى الفريقين باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ حسام نور الدين الناقد الرياضي بجريده الصباح، شكرا على تشريفك لنا. شكرا لحضرتك. ومشاهدينا خلينا نتابع معكم أهم وأبرز الأنباء خلال لحظات مع زميلة أمل نعمان، ثم نتابع بعد ذلك باقي حوارات هذا الصباح.